ونجهز مباشرة للحشوة. طبعا الحشوة بقدونس وثوم مش اختراع، أنا مش مع شغلة واحدة، الشغلة الوحدة اللي هي الكزبرة الخضراء، أنا مش مع إضافتها لأنها ممكن في بعض الأحيان تمرر. رح نحتاج لصينية الطحالات المحشية بدون سلق، 1 كيلو طحالات خروف، بقدونس مفروم، ثوم مهروس، فلفل أخضر حار، ومعلقة كبيرة شطة حارة. هي الحلوة الحشوة تكون حمرة لونها وحرة. بدنا كمان 1/2 كوب من زيت نباتي من زيت صفوة، 1/4 كوب من زيت الزيتون، 2 كوب من الماء، ملح وفلفل أسود، كاري، بهار مشكل، كمون، كزبرة، هيل مطحون، وكركم. تمام، إذا إحنا رجعنا لموضوع المي ورجعنا لموضوع البقدونس، نشوف شو الفرق. في بداية الطريق أنا لما بقول الطحالات، الطحالات بنجيبها أنا صراحة بجيبها من الخروف البلدي، والطحالات عشان تكون معاكي لونها وردي ولونها من جوا زي الدم، أهم إشي تعرفي من وين تشتريها. هلا أنا صراحة خروف روماني يعني لونها بيكون أغمق، فهاي خروف بلدي. تمام، خروف بلدي زي ما انتم شايفينها، اللون وردي واضح، شوفي ما احلى لونها، مش سودا. هلا في طحالات بالسوق سواء فريش او اذا كانت مجمده، مشكلتها انك انت اصلا جايبتيها لونها اسود، فلما انا كست بيت بدي اشتغل فيها مشكله، حيصير لونها ايش؟ تسودي معي. فانا شو بدي اعمل؟ في عندي من منطقه الطحالات، في عندي اللي هي الجهه من هون الرفيعه كثير هاي، وفي عندي الجهه الخميله. من الجهه الخميله انا رح اروح اشتغل في السكين من هون. تمام، بيكون في عليها كمان اللي هو هذا الغشاء الرقيق جدا، برضه كمان بنشيله، وبعدين بنفتحها من المنطقه العلوه الخميله، المنطقه العلويه اللي انا تخليني اقدر اعملها زي الجيبه واحشي بداخلها الحشوه. خلينا نشوف. انا طبعا مجهزتهم لاني صراحه كثير حكيت عن هالقصه بالمطبخ، ولكن للي ما بتعرف يعني انا وظيفتي ازيدك، فانا رح من فوق انا عم بمض السكين من هون كرمال تقدر تفتح معاي اللي هي الطحالات. تمام، المصورين عم بضحكوا بس عادي اصلا. رح نجيبها زي هيك، هلا لها من فوق وجهها طبعا، وفي المنطقه الخلفيه رح نقلبها على المنطقه الخلفيه عشان اقدر اشد لحمه الطحالات. شوفي معي، اول شيء في بدايه الطريق بتشدي من فوق، شايفه هذا الغشاء الرقيق هيك بيكون، اللي هي مش كتير قشرة واضحة، بس أنا طلع كيف بسحبها سحب براس السكين لحتى ما تنزع لي حبة الطحالات. مهم طبعا أنا شايلتها، ولا هو بالعادة بيطلع هاي، شايفها برجع زي هيك بمشط السكين عليها على الهدى من بعيد، ببعد معاي اللي هو الغشاء اللي موجود على حبة الطحالات. بعدين هاي منطقة الوجه إلها، تمام، على المنطقة الخلفية زي هيك، ومن هون بضغط بروس أصابعي براس السكين بشفها بس بهالمنطقة هيك فقط. بعدين ما بدخل السكين لجوا لأنه بتمزع معي، وأنا بحشي بقدر أتعامل معها بهالشكل بكل حنية لحتى أنا أفتحها زي الجيبة، وهي صارت أصابعي واصلة هون. إذن تمام، أنا فتحتها زي الجيبة وبالتالي جهزتها للحشوة. خلينا نشوف إيش رح يصير بالحشوة. رح أجيب بولة كبيرة لأنه حشوة الطحالات أزكى إشي بالطحالات، غير إنه الطحالات زاكية. إحنا بحاجة لبقدونس، خلي البقدونس دائما عندك ستاند باي لحتى نحشي. هلا انت بدك تعرفي انه بدك اشي ينحشى وبدك اشي يتغمس برا، وكل ما حطيتي حشوه كل ما كان بركه، واللي بياكل بنبسط وبيكون اموره تمام. بصل مع الطحالات ما بنحط، ثوم تقريبا على قولة الخلايجة قفشة ايد، يعني تقريبا هدول فيهم 6-7 أسنان ثوم، بدها ثوم بس ما تكتري يعني اشي ومنه. فلفل ما رح أنساه لأنه إذا ما كانت محرحرة ما بتتاكل بصراحة، أخضر حار وأحمر على كيفكم يعني اليوم. وبعدين هي بحاجة لتقريبا كيلو الطحالات بحاجة لمعلقة كبيرة من الشطة الحارة، الحارة حارة مش النص نص، فهي معلقة كبيرة من الشطة الحارة. هيك إحنا تمام، ليمون ما بنحط ليمون نهائيا. بعدين رح نفوت على موضوع البهارات. صراحة الطحالات بدها بهارات، يعني إذا أنت ما حطيتي لها بهار نوعا ما بيكون طعمها فقير شوي، فأنا بزيد النكهة صح بالبهارات. البهارات كمون، كاري، كركم، كزبرة،
الكمون عشان النفخة لأنه فيه توم. الكاري والكركم بيعطيني لون حلو بالشوي بيخليها لونها ذهبي. الكزبرة الناشفة أزكى من الكزبرة الخضراء. إياكي الخضراء صدقا يعني بكل محبة لكم بحب تعملوا أحسن مني بألف مرة. الكزبرة الخضراء بتعطي مرار فبقدونس بكفي. راح أحط شوية كركم، لا مش شوية، بجيب معلقة كبيرة طالما إحنا بنقول كيلو، إذا إحنا بحاجة إلى معلقة كبيرة بس ممسوحة بهالشكل مش معرمة مش مليانة عشان التوم. وكل ما كترت بهار يعني هي مش شطارة، كترة البهار بتمرر الطبخة فخليكي بالسليم. فلفل أسود برضو ما راح أكتر، أنا حاطة شطة بكفي. هلأ بنفوت على خط الكركم، قيمة غذائية ولون ذهبي للحشوة، مستحيل يسودن معك البقدونس. بهار مشكل 7 بهارات بالإضافة للملح، ملح كيلو طحالات، إذا أنا بحاجة لمعلقة كبيرة معرمة معرمة مليانة. الطحالات بدها طعم والحشوة بدها طعم. كزبرة ناشفة بالإضافة للكري، بصراحة الكري خصوصا خص نص الكري مع الطحالات رهيب كتير زاكي. والهيل عشان أنا إيش إذا استغشست ست بأنه في شوية زنخ بتروح بتطير، وما غسلتهم من اللحام على الصحن فقط. تمام الكلام. هلأ هون أنا إيش بدي أحط بالطحالات، أصلا زكاوتها بزيت الزيتون بس إحنا صايمين والدنيا ممكن تكون برد، وبطبيعة الحال زيت الزيتون شوي حامي كترته على المعدة، فأنا رح أكسر زيت زيتون وزيت نباتي من صفوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين المي، أهم إشي المي، هي اللي رح تخلي البهارات تتوزع على البقدونس مش في جهة فيها بهار وجهة لا. وهاي المي هي اللي رح تستوي معاكي الطحالات ورح تخليها مستوية، لا هي بتعلك ولا هي مش مستوية ولا هي مسودنة ولا إشي. هلأ أنا شو بسوي؟ بحرك الخلطات كلها مع بعض، حلاوتها تكون حمراء، والحمراء اللون الأحمر بيجي من الشطة، عمره ما أجاني اللون الأحمر من معجون طماطم، لا ما إله دخل أبداً معجون الطماطم في النكهة. فأنا هون حركت البهار صح تمام. هلأ هون برجع بنزل أنا شوية مي، وكل ما تنشف المي خلال الفرن بدك تضلك تفتحي كل 10 دقائق ربع ساعة، كل ما تنشف المي حطي، هي اللي بتخليها تستوي. وهلأ رح أفتح لك حبة وتشوفيها كيف من الداخل حشوتها بترد الروح ومش ناشفة أبداً. نزيد المي هيك، هذا القوام المطلوب للحشوة، بدها تكون مرقة على الخالص حتى الحشوة. هلأ بتشوفي كيف أنا لما أحشي الطحالات بيكون فيها برضو كمان إشي مهم بعملية الحشي. شايفة أنا شو صار عندي؟ خليط سائل من الحشوة. بنروح بنجيب الطحالات، ما بمسك حشوة هيك غلط، كل اللي أنا حطيته هون خسرته الزيوت والمي. أنا رح أحمل من تحت لفوق كمان مرة، من تحت من تحت لفوق بحملها وببلش أحشي مباشرة. هلأ أنا عندي البقدونس رانخ مع الزيوت ومع المي بشكل مش معقول، فأنا شو صار عندي؟ ها شوفي لو أنا ورجتك هطلع كيف السائل طلع منها، هذا اللي بدي إياه. السائل لازم يفوت في داخل الحشو لحتى ما يسود الحشو، ما تسود ومن جوا هي ما تسود وتستوي، اتفقنا؟ بس من تحت لفوق احمل الحشو وعبيها للآخر. يلا هلأ رح نجيب صينية فرن أنا جهزتها ونبلش نحطهم شكل زي الوردة. هلأ صراحة الطحالات لا بتنسكب ولا بتنعمل ديكور ولا إشي، هي صينية من الفرن على الطاولة، بس أنا لازم أسوي لكم شوية ديكور، وحتى كمان رح أحافظ على وجودها مثلها مثل الوردة حتى بالصينية كمان تبقى عاملة ديكور. شايفة أنا كيف بفتحها بإيدي؟ بس من فوق بشفها شف بالسكين. نرجع بنحمل حشوة من تحت لفوق، والبقدونس لا ناعم 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 ولا خشن على الآخر. هاي الفرمة المتوسطة دائما بنخلي إحنا بنحكي عنها تم حبة الطحال لفوق عشان السائل اللي فيها ما ينزل هيك، فدائما بنخليها لفوق. وبعدين بنروح على الصينية وبنصفتهم زي شكل الوردة. يلا نحشي.
تمام. إن شاء الله أنتوا تكونوا مستمتعين زي ما أنا مستمتع، بستمتع جداً بتحضير هالأطباق، بكون مبسوطة فيها خصوصاً لما ست البيت تعملها لعزيز وغالي، حدا من قريبها، حدا من حبايبها. وللأمانة للأمانة هالشغلات ما بتتاكل إلا بالبيت صراحة، يعني مع كل الاحترام للجميع. أنا شو بدريني مين اللي فارم البقدونس، معقمه ولا مش معقمه، شايل منه الأتربة، يعني هذا إشي كتير مهم، كتير كتير مهم. طب شو بدريني أنا شو الصنف المستخدم، بلكي مجمد ومدوب على المايكروويف، يعني احسبي ألف حساب لأي إشي من هالأطباق لما بدك تاكلي برا أو زوجك يأكل برا. فمش غلط لو ما بتحبي، لو ما بتاكلي، لما بيطلب منك أو أخوك أو أبوك، يعني أي حدا، ولما بتقدر انت تسويهم على فكره بهاي النتيجه وبهذا الشكل، انت رح تكوني كثير مبسوطه لما اهل بيتك يكونوا مبسوطين في لقمتك. فان شاء الله نكون احنا ما قصرنا، اتمنى، واعطيتك معلومه اهم بكثير من وصفه. تمام. انا شوفي شو عملت في الطحالات، نقعتهم في الخلطة عشان يمتص من النكهه قد ما اقدر، ها، وبعدين بكمل حشوه. انا اضطريت اعمل لك اياها كله مقابلك لانه بدي تشوفي الخلطه الاخيره شو رح يصير فيها. شوفي يا ستي، خلصنا صح؟ دايما حكيت لك خلي الحبة لفوق، بنجيب الحبل الصغير بنصصه عشان هو بده ياخد مدة طهي أقل. ها، صار عندي أنا زي شكل الوردة من الطحلة زي ما أنا بعرف وبشوف صح؟ هلأ هون إيش بدي أسوي؟ بدي أجيب من الخليط اللي عملته أوزعه عليها، اللي هي هاي أزكى إشي بسندويشات الطحلة أو بالصواني، كله ما رح أخلي ولا إشي. باقي الحشوة اللي هي السائل والبهارات بنحط عليها، بس أنا أوزع البقدونس بشكل سليم، وبضل أنا كل ما ينقص مي، بدل ما أحط مي لحالها بحط من مية الخلطة، بس خليها تغلي 10 دقائق ربع ساعة، بعدين بتسكري عليها. حبيت تحطي معلقة سمنة بصير، أنا بكتفي بزيت الزيتون واللي هي الزيت النباتي. صار لازم أودعكم، بديش أودعكم، بدنا نطلع فاصل عشان بعد الفاصل أكون جهزت المكان ونسكب أنا وياكم للطحلات بالشكل النهائي ونعمل لها ديكوري مرتب لحتى إحنا نطلع بلقمة مشخصة وغير شكل. فاصل ورجعين، خليكم معنا. يعني انتوا لو معي خلف الكواليس كان شفتوا شو بصير وشو التعليقات. ان شاء الله انها بتعجبكم وبتنال على اعجابكم، وان شاء الله انه احنا كل لقمه بنعمل لكم اياها بنعملها يعني بصراحه زي ما بعمل لكم اياها في بيتي وزياده كمان، صح لنا نقدم لكم عيوننا ما بنوفرها عنكم ابدا. هي هيك الكبده صارت معي، والكبده شقره وفاتحه وابدا ما انحرقت ولا سودت ولا شيء، وهذا اهم شيء بهم الصايم وغير الصايم، يا باكل لقمه مشخصه يا بلاش. طبعا يلا هلا رح يطلع امامكم باسفل الشاشه شو رح يطلع ارقام الاتصال والتواصل معنا، اي حدا عنده اي شيء بقلبه تجاهنا وتجاه البرنامج اكيد نتشرف نسمع صوتكم واتصالاتكم. وفي معاي 2 فائزين، مش عارفه اعلن ولا ما اعلن، عم بتدلل. يلا هاي هون المعلق صارت ريدي، وزي ما حكيت لك اذا خطر في بالك تحطي لك شويه كلاوي بيروح كثير زاكي. طبعا هاي الحبشتكنات اللي حطيناها كلها زاكيه مع المعاليق، لما الصايم بيجي يغمس حبه الفليفله، حبه الفليفله الحره كله بيطلع زاكي وبيلبق معاكم. وخلينا نشوف مين الفائزين معانا اليوم من شركه نيوتن للسياحه والسفر. شركه نيوتن للسياحه والسفر هي شركه رائده في عالم السياحه والداخليه والخارجيه، ولما قدموا لنا هالرحل اكيد ما بيخلوا علينا ابدا ولا حتى فكروا، فالله يعطيهم الف عافيه ورمضان كريم. أما بالنسبة للفائز الأول حنان حسني حامد لحسون، حنان حسني حامد لحسون، رحلة إلى اسطنبول وتستلميها بعد العيد يا حنان، إن شاء الله أمورك طيبة، رمضان كريم وكل سنة وإنتي سالمة. أما بالنسبة للفائز الثاني وهي رقية فضل الله حامد السليم،
رقية فضل الله حامد السليم. وانت يا رقية بدك تروحي مشوار مع شركة نيوتن للسياحة والسفر برحلة إلى شرم الشيخ مباشرة. ألف مبروك عليكم جميعا يا حنان ورقية، وإن شاء الله يا ربي بتروحوا بتجوا بالسلامة وبتتذكروا مطبخ رمضان وبتدعوا لنا دائما بالخير. وخليني أنا وياكم نقلع مباشرة إلى مادبة. ألو مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، عليلي صوتك أسمعك. السلام عليكم شيخ، كيف؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام، رمضان كريم. الله يسعدك يا رب يخليك. يسعدك ويطول عمرك. قولي ست الكرس، علي صوتك ما عم بسمع. حبيت أسلم عليك وأتذكرك على الأكلات اللي بتعمليهم كليات ما شاء الله عليك. حبيبتي أمورك تمام؟ مبسوطة؟ حاسة إن الأمور صح؟ أي والله والله، حتى هاي أنا الأكل ما بحبه وشهيتيني إياها. ها كيف أنا؟ بس هاي وظيفتي أشهيكم. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله، الله يسعدك يا رب. حبيبتي شرواكم وخدمتكم جميعا، إحنا بنتعلم منكم أكيد. الله يسعدك والله، حتى وسويت الهريسة النبكية اللي عملتيها. النبكية نعم. أيوة طلعت ما شاء الله غير شكل. برافو عليكي جدعا، ما شاء الله عنكم سيد من عمل ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. حبيبتي كل سنة وانت سالمة يا رب. قولي ست الكل معك أنا. أهلا وسهلا. شايفين هاي الحشوة؟ بتروحي على مطعم ببيع سندويشات للطحلات، بيحط لك مع 3 معالق كبار حشوة ونص طحال أو طحال، حرام بديش أظلمهم، وبيبيعك إياها بالشيء الفلاني. فأنا شو بسوي؟ بجمع القروشات على بعض وبروح بشتري فيهم كيلو طحال وباكل وطعم الجيران وبفقد الحبايب. يلا يا داليا، يا داليا شملت. مساء الخير والعسل والفل والياسمين عليكي، هذا كله يسعد مساك يا أمل. يلا يسعد هالمسا ويسعد هالصوت، أهلا وسهلا. أنت عسل ونوارة التلفزيون الأردني كامل. بدي أحكي لك شغلة بس. قولي أمر بخدمتك. بدي أحكي لك علا وبس، الباقي كله خف. لا حدا يحكي لي علا. إبداع إبداع إبداع، يعني إن شاء الله ربنا بيجبر الخاطر الجميع، إحنا وإنتوا إن شاء الله مستمعين يا رب. حبيبتي الله يسعدك ويطول عمرك ويعطيك الصحة. حابة أوجه تحية للبس والكواليس، عن جد يعطيهم مليون عافية. الشباب ألو راحت هي عم توجه تحية لفريق العمل صح؟ أنا هيك سمعت مزبوط؟ ساعدوني يا شباب مزبوط. طيب الله يسعدها ويسعد مساها، وشكرا على اتصالها الجميل وشهادتها الحلوة، احنا بنكبر فيها وبنكمل معاها. وعشان انتوا تكونوا عارفين، خلف الكاميرات وبالجاليري وكل الدورة الرمضانية في كل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فعلا هي بالأول وبالآخر احنا مقدمين مذيعين، نطلع في أمامكم على الشاشة شخص، ولكن اللي بيشتغل أكثر من 30-40 شخص. الله يقويهم جميعا ويعطيهم الصحة، اللي بيجي صايم ومن برنامج لبرنامج بركض من مبنى لمبنى، يعني وجب نقول الله يعطيهم الصحة ويقويهم جميعا. ما شاء الله عنهم مبدعين. أنا بدي أورجيكم الطحالات عندي مشخصة، وأنا أقولكم نكاية في بهالمصور اللي حقد علي اليوم، لازم أفتح لكم حبة الطحالات تشوفوها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بحلك حبة طحالات من جوا، سودة ولا مش سودة؟ هلا بنشوف. تفرجي بس، رح أخليكي تتفرجي لحالك وأنت بتعرفي الصح. هيا طلعي كيف من جوا لونها زهر، اعرفي انها ما انطبخت زياده، كل ما انطبخت زياده كل ما صارت زي الكاوتشوك، وكل ما صارت طلعي كيف طريه. اقول لك احنا عاده بنستخدم سكاكين لحتى نفتح حبه الطحال. لو انا شلت الحشوه، انا ماخذه حبه طحال مستويه مش مسلوقه ولا زنخه ولا إشي، ولونها زهر بيرد الروح. صحه وهن على قلبكم، وان شاء الله يا رب رمضان كريم علينا وعليكم ويقدرنا وما نقصر معكم. خلينا نشوف نوف من العقبة، يلا عدفة. ألو مساء الخير. مساء النور. أهلين بالنوارة، يا هلا. الله يسعدك يا نورة. بوجودكم أكيد. الله يسعدك، رمضان كريم. الله أكرم، أهلا وسهلا فيك، مساكي عسل يا أمر. مساكي يا قلبي. بدي أحكي لك ممكن تعملين وصفات حلا رمضان هيك؟ ابشري، هلا في عنا تحلايه خفيفه لطيفه بارده، هلا لو قمتي على المطبخ تعمليها رح تزبط معاكي الف الف. يلا تابعين هلا الوصفه الثانيه، ابشري. ماشي، الله يعطيك العافيه حبيبتي، اهلا وسهلا وميت مرحبا، نورتي يا قمر.
اهلا وسهلا. هلا هون انا قدمت الصحن بالشكل النهائي، وعاده ما احنا بنجيب الحشوه وزي ما حكيت لك الطحالات ما بتمسكها بالصحن، اذكى شيء بنفس الصدر هيك تغمسي وتاكلي وتشيلي من الحشوه. هلا صار وقت احنا ايش نعمل، نحط لها شوية ديكور لحتى نجمل طبق، خصوصا انه لونه غامق. اهم شيء يكون طبق التقديم لونه ابيض، وهي انا فتحت لك اياها من هون لحتى تشوفيها كيف لونها حافظ على اللون الزهري رغم من انها تعرضت لدرجة حرارة، واللي خلاها بهالشكل هو المي. ضروري المي، كل ما تنقص المي ضلك زودي. تمام يا بدي ارجع اذكركم برسالة الاس ام اس على 90550، تبعتي رقم 2 في الرسالة وفالكم طيب جميعا. الله يوفقكم يا ربي وتكونوا احد الفائزين معنا، ويمكن انا وياكم نلتقي بالطياره، كل شيء وارد. هاي الارقام عم تظهر امامكم باسفل الشاشه. يلا نسوي ديكور حلو. اللوز المقلي يا جماعة، أنا بالحشوة صراحة حتى بالبيت عندي بحط اللي هي اللوز الأربع، صنوبر غالي ما بجيبه فبحط اللوز الأربع، فبالحشوة كتير زاكي تحط اللوز المحمص بصراحة كتير بيعطيها طعم، فأنا رح أكتفي بإضافته على طبق التقديم، بيكون أمور اختيارية خصوصا للي عندها حدا كبير بالعمر وسنانه مغلبته. صحة وهنا على قلبكم، طبق بيستاهل نقدمه لكل أحبابنا وأصدقائنا، طبق بيستاهل إنك تقدميه، سهل جدا، بقدونس، بهارات، ثوم، على الفرن، قطعي، والسلام، ختام.